الخير، اهلا بحضراتكم في من القاهره ومتابعات كالمعتاد ولقاءات بتتواصل مع حضراتكم من دلوقتي وحتى منتصف ليل القاهره باذن الله. الحدث الابرز ربما على مدار الايام القريبه الماضيه منتدى الاستثمار الافريقي افريقيا 2018 في نسخته الثالثه، بالتاكيد هناك الجديد اللي بيهيمن على الفعاليات اللي شهدتها مدينه شرم الشيخ على مدار اليومين اللي فاتوا، وكثير من الموضوعات اللي فعلا يعني كانت لافته وحظيت بكثير من الاهتمام، من ابرزها تمكين المراه، رياده الاعمال، افساح المجال للابداع، تفعيل دور الشباب وغيرها من الاليات الكفيله بان هي تصوغ مستقبل افضل للقاره السمراء في المرحله الراهنه في وقت فيه كثير من التحديات المتعاظمه اللي بتواجه هذه المنطقه. وبالتاكيد لنا اكثر من وقفه فيما خرجت به كثير من الجلسات اللي توجت بالتاكيد بالجلسه الختاميه للمنتدى، وادوات أرضية أساسية هتكون نقطة انطلاق لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين واقع الاستثمار وفرص أكبر للشباب من خلال ما تفضل به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من تيسيرات في هذا الإطار. دي هتكون أولى وقفتنا الحوارية مع حضراتكم النهاردة، بالإضافة إلى موضوع آخر ربما ليس بعيد عن تمكين المرأة، المرأة السعودية تحديدا من خلال حدث بالتأكيد ينطوي على قدر كبير من الأهمية وبيحوي كثير من الدلالات أن تكون سيدة ولأول مرة عميدة للمسرح السعودي، بالتأكيد فرصة ذهبية أن نستضيف هذه السيدة المتفردة ونتعرف منها على الجديد اللي ممكن تخطوه هذه الخطوة في المجتمع السعودي لربما حديث العهد بتجربة زي تجربة أن المرأة تتولى هذا المنصب القيادي في هذا المجال، بالإضافة إلى أنها هتكون فرصة أيضا لكي نتعرف على النموذج المسرحي في دولة عربية شقيقة المملكة العربية السعودية. نبقى مع حضراتكم وجولتنا الإخبارية المعتادة اللي حنستهلها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشكورة من الكوميسا اللي بتأكيد بتلعب دور فاعل في الدفع قدما برؤى عربية مشتركة وعمل رؤى إفريقية مشتركة وعمل إفريقي مشترك للارتقاء بالقارة السمراء إلى أفاق أرحب. والمقترب من هذه التجربة لدور الكوميسا ودور جهات أخرى فعالة بيشوف أن في كتير من الحراك حاصل في إطار النموذج الثالث لإفريقيا 2018 هذه المرة، اللي بالتأكيد هيدشن أيضا إلى واقع أفضل وإنجازات أكتر هيكون عليها الدورة القادمة كوميسا وإفريقيا 2019. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالجهود اللي بيبذلها هذا الكيان الإفريقي من أجل تطوير التكامل والاندماج الإقليمي في إفريقيا، وأيضا فيما يتعلق بتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات البينية وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الضخمة المتوافرة بالقارة. أشار السيد الرئيس إلى متابعة ودعم مصر لأنشطة الكوميسا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وحرصها على تعزيز التعاون معها وتقديم الدعم الفني اللازم في إطار التزام مصر بدفع مسيرة العمل الجماعي مع الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وتقليص معدلات الفقر وجذب الاستثمارات وإزالة كافة المعوقات التي تعترض التجارة بين دول القارة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم بالسيدة تشالاتشي كابويبوي السكرتير العام الجديد لتجمع الكوميسا، الحقيقة
شدد على أن من خلال المعطيات التي يلمسها بقوة في الفترة الأخيرة مصر عادت للتواجد المؤثر والفاعل على الساحة الإفريقية بهدف التعاون وتحقيق التعمير والبناء المنشودين لصالح الأشقاء الأفارقة، انطلاقا من الثوابت الرئيسية لسياسة مصر تجاه الدول الإفريقية، مصر في العمق الإفريقي وإفريقيا في العمق المصري. والأرقام في تعويلات كبيرة جدا، ومن خلال التقدم الملموس اللي شفناه في فعاليات المنتدى هذه المرة، الأرقام حتتحول إيجابا في فترة قريبة جدا، سواء فيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في إفريقيا أو الاستثمارات الإفريقية في مصر. السيد رئيس أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع غامبيا، دولة إفريقية لديها الكثير من الطاقات وأيضا بيعول على إسهاماتها في المنظومة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص وفقا لما تفضل به السيد الرئيس، التعاون المزعوم أو التعاون المرتقب هيكون في مجالات تطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات وأيضا التدريب. جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي نظيره الغامبي أداما بارو بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة. وأيضا أكد السيد الرئيس استعداد مصر لدعمها في المحافل القارية والدولية. تناولت المباحثات كذلك الأوضاع الإقليمية والأوضاع أيضا في منطقة غرب إفريقيا. ومن جانبه أشاد رئيس غامبيا بتطور العلاقات مع مصر، مؤكدا وجود آفاق واسعة لدفع التعاون المشترك بين الجانبين على الأصعدة كافة. أكد مجلس الوزراء في بيان له أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إصدار رئيس المجلس عدد من القرارات حول أسعار البنزين غير صحيحة جملة وتفصيلا، وشدد على أنه لم يصدر من رئيس الوزراء أي قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره. يأتي ذلك في الوقت اللي أصدر فيه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيان رصد فيه عدد من الشائعات اللي تم تداولها خلال الفترة الماضية من السادس وحتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري. الحقيقة من ضمن يعني الشائعات اللي تم تداولها في الفترة الأخيرة والعارية تماما من الصحة، كما أفاد مجلس الوزراء، انهيار قريب للعملة المصرية الجنيه المصري، أيضا ما أثير حول أن الظروف غير مواتية في مصر في هذه المرحلة لاستضافة أمم إفريقيا لكرة القدم، وغيره من الأخبار. هنقترب من هذه الجزئية وأهمية أن احنا نتحرى الدقة ولا نرتكن إلا للأخبار اللي بتصدر من مصادرها رسمية. معانا دكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع والأمن الفكري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بك. أهلا بحضرتك يا دكتورة عزة. الحقيقة طبعا هي في النهاية حرب، والمواجهة الفعالة ليها إن يكون في تحري للدقة وإن دوما يكون في استباق من المصادر الرسمية لإعلان تكذيبها لمثل هذه الأخبار. إحنا طبعا خدنا مجرد أمثلة يا دكتورة ما أثير حول انهيار الجنيه المصري طيب هو كان أولى بيقولوا انهيار اليورو، يعني على اللي بيحصل في فرنسا واللي بيحصل في بريطانيا واللي بيحصل في هولندا وبلجيكا يعني. بس طبعا انهيار العملة المصرية ده طبعا ده مستهدف للإخوان يعني أو أعداء الوطن، فهم هنا يعني أنت لو عايز تقول على انهيار عملة يبقى الناس اللي عندها دلوقتي قلق، مش إحنا، إحنا عندنا استقرار، إحنا عندنا معرض للسلاح دولي، إحنا عندنا استضافة الأمم الإفريقية، استضافة الكوميسا، إحنا عندنا حاجات حلوة كتير، لكن أنت متمسكي في إيه؟ اللي حصل على سطح الهرم وفتن الفنانة الشهيرة انهيار العملة، إشاعات، حاجات مغرضة، ده كله إيه؟ كله هدفه إيه؟ بلبلة، حرب نفسية. دولة مستقرة لما تجيب مشهدين، تشوفي بروكسل، تشوفي باريس، تشوفي كذا، وتشوفي مصر، وتشوفي شرم الشيخ، وتشوفي معرض السلاح، تشوفي هنا استقرار، هنا الاستقرار. يبقى إذا الموضوع ده بيغيظهم. لما تميم يعتذر عن حضور القمة الخليجية، الموضوع دوت طبعا يعني بيضايقهم جدا، وعارفين ان يد مصر عليا، وعارفين ان الدول الاربعه يعني بتهتم، الدول الثلاثه، الدول الامارات والبحرين والسعوديه،
بتاخد راي مصر في كل حاجه، وبالتالي دي كلها حاجات مقصوده مقصوده. المواطن هنا بقى يتحرك دقه زي ما حضرتك قلتي، المواطن هنا يقعد ويستوعب، هل في ظل هذه الاجواء الجميله الرائعه اللي كلنا بنفتخر بلدنا فيها هنشعل للدنيا؟ لا لا طبعا، ده مش هيحصل ابدا. بالعكس احنا يعني اي رئيس جمهوريه في الدنيا هو عايز استقرار وطنه، لانه وطني، لانه بيحب البلد. وبالتالي الرئيس كمان مشغول، هو مشغول جدا، مهموم بالوطن. وانا كمواطن موجود في المحيط المجتمعي ده، فكره كمان اعمال العقل، ان انا ما انساقش وراء الشائعات، ان انا اشوف الكلام ده اللي بيتقال منطقي ولا لا، ان انا ما هرولش ان انا اسمع الكلام ده واتحرى الدقه من المصادر الرسميه الخاصه بمصدر طبعا هذا الخبر اللي اصلا لا يصح ان احنا نقول عليه خبر لان هو لم يتاكد. وبالتالي هنا بقى الاجهزه الرسميه مطالبه على طول بالشفافيه واعلان الحقائق على طول اول باول، ويعني الدوله في مستشارين اعلاميين اكيد لكل وزاره لكل هيئه، وبالتالي احنا على استعداد. خلاص احنا عرفنا بقى، احنا عرفنا العدو وعرفنا الاسلحه اللي بيستخدمها، وبالتالي الموضوع دوت خلاص مش هيضايقنا. يعني انا دلوقتي وانا بكلمك دلوقتي هم بيستعدوا لاطلاق جيش جديد من الشائعات عشان تبقي عارفه. للاسف للاسف يا فندم، واحده من الادوات المحركه لهذه الشائعات التكنولوجيا، اللي دايما بنأكد ان هي سلاح ذو حدين، مواقع التواصل الاجتماعي، وما بيكونش فيه ضابط ورابط لما يثار، وتبقى كلمة يبالغ فيها. وعشان كده عشان كده فضل. احنا عايزين ندرس حاجة اسمها المواطنة الرقمية. المواطنة الرقمية ده حضرتك ديجيتال سيتيزنشيب. المواطنة الرقمية دي مهمة جدا، فإنها بتبين للولاد في المدارس والطلاب وللشباب انت ازاي تستخدم السوشيال ميديا، ازاي تتاكد من المعلومه، وبيبقى فيها حاجه اسمها التفكير الناقد، ازاي انت تتاكد دي معلومه ولا راي، دي شائعه ولا لا، وتاكد من كذا مصدر، والمصدر يبقى المزيف من المصدر الحقيقي، وهكذا. بنعلمه كمان ادبيات استخدام السوشيال ميديا، ازاي يخاف على نفسه من السوشيال ميديا، ازاي هو نفسه ما يحصلوش سرقه لمعلوماته او سرقه. هل يا فندم على ذكر سرقه المعلومات اللي حضرتك بتتكلمي عنها، ممكن يكون في اتجاه ايضا لتجريم بعض هذه الممارسات اللي من شانها ان هي تكدر الامن العام تحت بند الجريمه الالكترونيه؟ طبعا، يا ريت يا ريت. المفروض كل دوله بتحمي نفسها، احنا دوله في حاله حرب، ودلوقتي في حرب بالوكاله، دلوقتي اللي مش بتحارب اسرائيل وامريكا، هم بيحاربوا بس من وراء الستار جماعات اخرى، وهم واقفين وراء هذه الجماعات واجهزه مخابرات، وبالتالي اي حد بيعكر الصف العام لازم يتقبض عليه. بصي حضرتك، حتى قرصه ودي، انا مش بقول يقعد في السجن مثلا سنه، لكن مثلا يقعد في السجن اسبوعين، يبقى في نوع من يعني التخويف. ما هو من ايه اللي هو من اساء، يعني خلينا بقى نقولش برضه تخويف، نقول قوه ردع قانونيه، لان ايوه ما انا عايزه انا مش هضربه، لان الحقيقه يا فندم كمان انا كمان لما بعمل كده انا الموضوع ده ليه اثار سلبيه على جانبين، الجانب المحلي ان انا بخوف الناس على غير اساس، والجانب الثاني ان انا برسل رسائل خاطئه الى المحيط الخارجي. لا يا فندم، ده كله هيبقى بنظام التشريع. انا ما قلتش ان هو هيبقى مجرد ان انا مش معلم في الكلاس بدي بخوف وبلفت النظر وبقرص ودن، لا، ده من خلال تشريع. انت بتحمي نفسك كدوله من خلال التشريع، من خلال القانون، من خلال قوه انفاذ القانون. ده على فكره ده كلام علمي، مش كلام اي كلام، ودول كتير عملت الكلام ده. شوفي الصين عامله ايه. يعني دول كتير عامله احتاطي لنفسك في هذه العولمة الغريبة وعالم السوشيال ميديا وعالم القرصنة، يعني وأمنك القومي بما يتلائم مع ظروفك. ده حقيقة في حاجة كمان، حاجة تانية يا فندم، الكلام برضو لما يكون مرسل، يعني أنا لما أقول انهيار الجنيه المصري أو ظروف غير مواتية لاستضافة حدث رياضي وحاجات كتير من هذا القبيل، أولا فين التفاصيل اللي بقولها؟ فين الأرقام؟ فين المصادر الرسميه اللي بقول ان هي اتكلمت؟ فين المحللين اللي في المجال اللي انا بشكك فيه اللي جبتهم عشان يدعموا فكرتي او الكلام اللي انا بقوله؟ كل دي اسئله بتدور في الاذهان. بصي يا سيدتي، عدوك ذكي جدا. عدوك انا قلت كذا مره حتى لو قابلت حضرتك، عدوك سابقك بخطوه او بخطوات، عدوك عامل مناهج للمدارس، عامل لك عامل نظام دوله، وحتى لما مشي من العراق والبصره وي لفلك من حوالين الصحراء الكبرى اي حال بليبيا. يعني عدوك هي الاخوان، داعش من رحم الاخوان،
هي الاخوان دي عباره عن ايه؟ الاخوان دي عدوك الاساسي اللي بقى له 80 سنه نفسه يقفز على الحكم، وبالتالي ان هو حتى لما قفز على الحكم من خلال مؤامره وحصل ان هو كان شفيق كان ناجح وهو جه مكانه عشان الظروف اللي كل الناس بتعرفها، حصل ايه؟ انه بعد سنه مشي. طب هو هيسكت؟ استحاله، هو بيحاربك باقصى قوه. وعلى فكره اعلام داعش طلعت في فرنسا، اعلام داعش طلعت في فرنسا، لو حضرتك شفتي على السوشيال ميديا وشفتي في النشرات. يعني اذا هم موجودين، هم موجودين وخلف كل مصيبه في اي دوله، يعني هم متطرفين وبالتالي هم موجودين وهيحاربوكي. يعني عايزه اقول لك فوريفر، يعني عايزه اقول لك يعني لغايه مثلا 10 سنين داعش ولا الاخوان ولا اي تنظيم ارهابي مش قبل 10 سنين. ده كمان بيقول لك انت تبقي متفائله. في كمان حاجه يا دكتور، ان انا ممكن اقول خبر ملوش اساس بنسبه 100% وممكن خبر ألوي الحقائق فيه، أو على العكس ده ممكن يكون فيه شيء إيجابي أحاول أعمل لي للفكرة وخلي. يعني عايز أخد مثل مع حضرتك وفرصة أن حضرتك معانا ناخد رأيك فيه، أن يتعمل أفلام كرتون لغرس الانتماء لدى الأطفال. هو احنا مش طول الوقت عاملين بنتكلم بنقول التنشئه الفكريه للاطفال وعايزين ناهل الشباب اللي لازم نبتدي الطفوله دي هي النواه الرئيسيه، مطلوب ان يكون في كده، مطلوب ان يكون في مواجهه فكريه مع الارهاب، وده مش هيحصل غير لما ابتدي انشا فعلا الاجيال اللي جايه على اسس سليمه. فين الغلط في ان يكون في جهه مسؤوله تدعو لانتاج افلام كرتون لغرس ثقافه الانتماء لبلدنا لمصر؟ انا مش فاهمه، يعني ايه الغلط اللي ممكن جهه معينه تحاول ان هي تاخد الخبر ده على انه يعني شيء سلبي ومذموم، شايفين ان يعني ان ده معناه ان احنا لا نسير في الاتجاه الصحيح. هو حضرتك انت لو عملتي اي حاجه في الدنيا، طب ما انت دلوقتي لو سلحتي جيشك يبقى انت بتسلحي العسكر علشان خاطر انت بتقضي على الحريه والديمقراطيه. لو سلحتي الشرطه يبقى انت بتقمعي الناس. لو عملتي اتكلمتي عن حقوق الانسان يبقى انت عكس حقوق. طبعا طبعا كلمه العسكر دي اصلا على هم اللي بيروجوا الشائعات دي، يعني كلمه غير انا بقول لحضرتك كلمه غير مهذبه وكلمه مش بتاعتنا اصلا. بس شوفي بيقولوا ايه لما تقولي الجيش، يقول لك يبقى انت سلحتي العسكر. شوفي حضرتك ناوي الحقائق، وبالتالي اي حاجه هتعمليها، لو بنيتي العاصمه الاداريه يبقى انت دلوقتي انفقتي فلوس المصريين على اسمنت ورمل وطوب. يبقى انت لو عملتي سور يبقى انت عملتي سور عشان تحجبي، وده اللي عملته بعض الناس في الخارجيه الامريكيه، قالوا من الاسبوع اللي فات قالوا دول كده بيحجبوا الثوار ان هم يخترقوا العاصمه الاداريه. وحتى والله في الجزئيه بتاعت استضافه افريقيا لكره القدم، بطوله افريقيه لكره القدم، مصر اللي استضافت الكماسه وخرج المنتدى بهذا النجاح افريقيا 2018 عاجزه عن استضافه حدث رياضي؟ طالما استضافت احداث في مختلف المجالات، ويعني وشرم الشيخ اللي ما بقتش بس مدينه السلام، بقت مدينه السلام والاستثمار والسياحه. هو المقصود، بص المقصود المقصود ان يعملوا اي بلبله واي شوشره ويوروك ان انت اقتصادك مهزوز، طالما الاقتصاد مهزوز مش هقدر اعمل ده. دكتوره عزه، الحديث يطول عن الموضوع ده، ويعني يا ريت حضرتك توعدينا بلقاء نتكلم فيه عن محاور ثانيه، للاسف الوقت ما تسناش ان احنا نتكلم فيها. بشكرك جزيل الشكر دكتوره عزه فتحي، استاذ علم الاجتماع والامن الفكري. ننقل لقطاع حيوي جدا، الصحه. وزيره الصحه والسكان دكتوره هاله زايد اكدت انه تم فحص 15 مليون و533 الف مواطن في اطار النجاحات اللي بتحققها يوم بعد يوم مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية منذ أكتوبر الماضي وحتى يومنا هذا. معنا المزيد من المتابعة عبر الهاتف دكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني حتى الآن بالتأكيد ممكن نعمل تقييمات مبدئية لما أثمرته هذه الحملة منذ إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية. الموضوع ده كان في شهر أكتوبر، إحنا بنقترب من نهاية عام 2018، ماذا تقول؟ هي الحملة ابتدت شهر أكتوبر، في أكتوبر ونوفمبر في 9 محافظات. التسع محافظات الأولانيين نسبة الإقبال فيهم كانت أعلى مما كنا نتوقع، في 11.5 أو أكثر من 11.5 مليون مواطن توجهوا للكشف.
واتعمل لهم فحص الفيروس سي وفحص الامراض غير المعديه والضغط والسكر والوزن الزايد. ما كناش متوقعين الاقبال ده. في بعض المحافظات الاقبال فيهم كان 60%، بعض المحافظات 80%، انما الاجمالي في التسع محافظات بتوع المرحله الاولى كان يكاد يكون قرب ل 70% اقبال، اكثر من 66.5%. فدي نسبه عاليه ما كناش متوقعين. المرحله الثانيه اللي ابتدت من اول ديسمبر ال 10 ايام اللي فاتوا في 11 محافظه منهم محافظه القاهره، الاقبال فيها اكثر قوي برضو من المرحله الاولى، برضو يعني اكثر من الاعداد اللي كنا متوقعينها بكثير، لان في ال 10 ايام اللي فاتوا 2.5 مليون مواطن او اكثر من 2.5 مليون مواطن، ما يقارب ال 3 مليون تقريبا. الاعداد كبيره جدا. غير كده ان اتضح اهم الانطباعات بعد هذه الشريحه اللي تم الكشف عليها، من المرحله الاولى ان نسبه الاصابه بفيروس سي اقل من النسب اللي كانت معروفه سابقا. يمكن ده عشان العلاج في الاربع سنين اللي فاتوا كم الناس الكتير اللي عالجناهم، نسبه الاصابه بفيروس سي اقل من 4%، 3.8% تقريبا. نسبه الاصابه بالسكر حوالي 4.5%، نسبه الاصابه بالضغط حوالي 5%. فدي نسب يعني مقاربه للنسب العالميه، والاصابه بفيروس سي النسب اللي طلعت في المرحله الاولى اقل، او نسبه الاصابه بالاجسام المضاده. يعني الارقام اللي بنقولها دي الاجسام المضاده اللي لسه بيتعمل لها تحليلات تكميليه عشان نتاكد من اصابتهم بالفيروس من عدم وعلاج، اقل من النسب اللي كانت منشوره قبل كده في نفس المحافظات دي. امتى ممكن نقول ان المنظومه اصبحت متكامله ونحن يعني هذه المبادره توجد بنجاح بنسبه 100%؟ وايه العناصر اللي حضرتك بتشوفها برغم طبعا نجاح التجربه بشكل مبدئي ممكن تكون يعني ليست حاضره بعد؟ هي المنظومه يعني تكاد تكون متكامله دلوقتي. الكشف ماشي يعني حاليا من غير معوقات. الاقبال كبير اكبر من المتوقع، انما الاستجابه او التجاوب الفرق الطبيه والفرق الصحيه عالي جدا، وب يعني ما فيش معوقات في الكشف. كان في بعض المعوقات في التحاليل التكميليه في المرحله الاولى، انما دي كلها تم الانتهاء منها، ومعظم المرضى اللي اتكشف عليهم وثبت اصابتهم بالفيروس دي بداوا العلاج. لكن طبعا الامكانات الطبيه كلها قادره على استيعاب كل يعني الاعداد اللي بيشملهم هذه الاعداد. الاعداد لكل الاعداد للمستهدف كله، واحنا متوقعين ان في خلال السنه القادمه هيبقى في بين 2 و3 مليون حد مستحق للعلاج الفيروس سي، والادويه بتاعتهم موجوده والاستعداد لعلاجهم كله متوفر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات. قوات المسلحة، القيادة العامة للقوات المسلحة بتهيب بأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية، حتى تقطع الطريق على أن يستغلها ويستخدمها بعض العناصر الإرهابية في أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين. القوات المسلحة تحذر بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بذلك. تكثف عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية إجراءات تأمين الموانئ والمعابر والمنافذ الحدودية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية كافة لمنع دخول أي ملابس أو أقمشة من هذا القبيل شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد. ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن الاحتفال في 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن القيم الإنسانية السامية التي أقرتها دول العالم
منذ حوالي 70 عاما ما زالت سارية في العالم حتى اليوم. أشارت الخارجية في بيانها إلى أن الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يزال يشكل معا المرجعية للحقوق المتعارف عليها دوليا، استنادا إلى مبدئي المساواة وعدم التمييز اللذان يمثلان ركيزة رئيسية لأي جهود لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية. أمر نائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق وستة آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، وذلك مقابل أداء أعمال وظيفية واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا. وقد وجهت النيابة العامة لرئيس مصلحة الجمارك السابق اتهاما يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768,935 جنيه نتيجة ارتكابه جرائم رشا، ومبلغ 100,000 جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد. دعم البحث العلمي واحدة من التطلعات المهمة جدا، هي كلمة السر لتطوير مختلف مجالات الحياة في مصر، ومهم جدا احنا نستفيد ايضا من خبرات علمائنا في الداخل وايضا في الخارج. وقفتنا هذه المرة مع العالم المصري العالمي دكتور فاروق الباز، وحوار خاص اجري معه على هامش الاحتفال بيوم العلم اللي نظمته احدى الجامعات الخاصة لهذه الاحتفالية الكبرى. نتابع المزيد في هذا اللقاء.